يقول: تسحرت مع الأذان في مرة من المرات، ويوما تسحرت مع إقامة الصلاة حتى الركعة الأولى، فهل علي كفارة؟ هو المدار ليس على الأذان، وإنما المدار على طلوع الفجر، على تحقق طلوع الفجر. فإذا تحققت طلوع الفجر فلا يجوز لك أن تأكل ولا أن تشرب، لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل. فإذا كنت ترى الفجر بنفسك فإنك لا تمسك عن الأكل والشرب حتى يطلع الفجر، وإذا كنت لا تراه فإنك تعمل بالقرائن وتحتاج. أذان المؤذن إذا كان متقيد بطلوع الفجر يعتبر علامة على طلوع الفجر، فعندها لا تأكل. أما إذا كان المؤذن يذكر بالأذان فلا مانع من الأكل ولو أذن. قوله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فكان ابن أم مكتوم رجلا أهلا لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت أصبحت. فأذان المؤذن إنما يعتبر علامة على طلوع الفجر إذا كان يتقيد المؤذن الأذان عند طلوع الفجر، أما إذا كان يذكر أو لا يتقيد بطلوع الفجر فإنه لا يعتمد على أذان الفجر. جزاكم الله خيرا.